السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس دار المعارف، قسم الدراسات الاجتماعية، الصف الثاني الإعدادي. النهاردة هنبدأ نتكلم على الدرس الرابع، غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. أول تعريف عندي هو الفرق بين الغزوة أو الغزوات والسرايا. السرايا هي عبارة عن حملات وجهها النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين ولم يشارك فيها، وكان الهدف منها هي إضعاف قوة قريش الاقتصادية. أما الغزوات هي معارك خاضها الرسول بنفسه ضد المشركين. أهم الغزوات الإسلامية، أول غزوة هي غزوة بدر عام 2 هجريا، وكان أسبابها هو أمر الرسول أصحابه باعتراض قافلة لقريش قادمة من بلاد الشام، وكان بيقودها أبو سفيان ابن حرب، تعويضا عن ما سلبه المشركين من المسلمين. أحدثها استشار الرسول أصحابه فأشاروا عليه بالخروج لقتال المشركين. وصلوا إلى مكان يدعى بئر بدر، وهنا أشار الحباب ابن المنذر على النبي أنه يعسكر عند أو بالقرب من بئر من أبار بدر. وكانت من نتيجة هذه الغزوة يا أولاد أن حقق فيها المسلمين نصر كبير جدا رغم كل أعدادهم على المشركين. الغزوة اللي بعدها هي غزوة أحد، ودي كانت في العام التالي عام 3 هجرية. أسبابها هي رغبة قريش في الانتقام نتيجة هزيمتهم من المسلمين في يوم بدر. بالفعل اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة للوقوف على جبل أحد للإشراف على أرض المعركة، وأمر الرماة بألا يتحركوا من أماكنهم في حالة النصر أو في حالة الهزيمة. بالفعل دارت المعركة بين الطرفين، وكان النصر حليف للمسلمين، لكن هلاقي ان الرماة بدأوا في مخالفة أوامر الرسول، وبدأوا يتركوا أماكنهم، وبدأوا ان هم يجمعوا الغنائم. هنا بدأ خالد ابن الوليد، طبعا لم يكن دخل في الإسلام، استغل الفرصة واستدار خلف الجبل وانقض بالجيش على المسلمين. فكانت النتيجة نتيجة مخالفة الرماة أوامر الرسول، تحول النصر إلى هزيمة واستشهاد 70 من المسلمين، كان من بينهم حمزة عم النبي، كما جرح النبي صلى الله عليه وسلم وقتل من المشركين 14. غزوة الخندق أسبابها يا أولاد أن بدأ تحريض يهود بني النضير لقريش والقبائل المجاورة على قتال النبي وأصحابه. 2 رغبة قريش في القضاء على قوة المسلمين نهائيا. بالفعل خرجت قريش وحلفائها في جيش كبير متوجهين نحو المدينة. بدأ النبي في استشارة أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة. أعجب النبي بالفكرة وبدأ بالفعل في حفر الخندق، وتم الانتهاء منه قبل مجيء المشركين. وعندما جاءت قريش قالوا إن هذه مكيدة لم تعرفها العرب من قبل، وبالفعل بدأوا في حصار المسلمين داخل المدينة شهر كامل. طبعا كانت من نتيجة غزوة أو كان من نتائج غزوة الخندق هو انتصار المسلمين، حيث أرسل الله ريحا شديدة اقتلعت خيام المشركين، وتم النصر للمسلمين وهزيمة المشركين. صلح الحديبية، وده كان عام 6 هجريا. هلاقي ان خرج الرسول في جمع من اصحابه حوالي 1400 قاصدين مكة لزيارة بيت الله الحرام. توجه الرسول الى مكان يسمى الحديبية بالقرب من مكة، وبدأ في ارسال عثمان ابن عفان الى قريش عشان يتم اخبارهم ان هو لم يأتي للقتال بل جاء لزيارة بيت الله الحرام، لكن قريش تصدت او رفضت دخول المسلمين لمكة. في هذه الأوقات شاع خبر قتل عثمان ابن عفان، فبدأ الصحابة في مبايعة الرسول على قتال قريش، وسميت هذه البيعة باسم بيعة الرضوان. لكن سرعان ما عاد عثمان مرة أخرى، وأرسلت قريش رسل لمفاوضة الرسول وتوصلوا لاتفاق أو إلى صلح عرف باسم صلح الحديبية. شروط الصلح هو إيقاف الحرب بين الطرفين لمدة 10 سنوات، يؤجل دخول المسلمين أو دخول الرسول للمسلمين إلى مكة للعام التالي، من أراد أن يدخل في حلف محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل فيه، فدخلت قبيلة خزاعة في حلف الرسول.
نتائج الصلح، ودي نتائج مهمة جدا. عاد الرسول إلى المدينة، وكان هذا الصلح أو كان صلح الحديبية هو فتحا مبينا على المسلمين. بدأ النبي في إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام، ومن هنا بدأت نشر الدعوة أو عالمية الدعوة الإسلامية. غزوة خيبر. خيبر يا ولاد هي مدينة كانت بتقع في شمال المدينة، وكانت خيبر دي هي مركز المؤامرات والدسائس والمكر والخيانة، وكانت مكان لمثيري الشغب من اليهود. أحدثها خرج الرسول بجيش متوجه إلى حصار مدينة خيبر، وبالفعل حاصرها حتى استسلمت كل حصونها. طيب، نتائج غزوة خيبر هو تساقطت قلاع اليهود وحصونهم، سمح لهم الرسول بالبقاء يعملون في أرضهم مقابل تأدية نصف محاصيلهم للمسلمين، وظل اليهود بمدينة خيبر حتى أخرجهم منها الخليفة عمر بن الخطاب نهائيا، لينتهي الوجود من اليهودي من شبه الجزيرة العربية. فتح مكة عام 8 هجرية. هلاقي ان اسباب فتح مكه ان قريش نقضت عهدها مع الرسول، وتحالفت مع قبيله بقر ضد قبيله خزاعه التي كانت في حلف المسلمين، وبداوا في مقاتلتهم وهم امنون. احدثها خرج الرسول بجيش حوالي 10,000 مقاتل الى مكه ليفتحها. طبعا دخل مكه الرسول دون قتال، وعفى عن اهلها وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، وطاف النبي محمد بالكعبة وأزال ما حولها من أصنام. غزوة حنين عام 8 هجريا. أسبابها عندما علم الرسول أن قبيلتي هوازن وثقيف بجنوب مكة بدأت تتحرك لقتال، بالفعل خرج الرسول على رأس الجيش الذي فتح مكة ومعه عدد من المسلمين حتى وصل إلى وادي حنين، ده بين مكة والطائف. في هذه الغزوة يا أولاد بدأ المسلمين يغتروا، وبدأوا إن هم يشعروا بقوتهم. أثناء المعركة اختل توازن المسلمون في البداية أمام الهجوم المفاجئ لقوات المشركين، بدأوا يتراجعوا ويتفرقوا، ولكن الرسول ثبت وأمر عمه العباس أن ينادي في المسلمين وانتصروا على عدوهم. يبقى من نتائج غزوة حنين هو انتصار المسلمين على أعدائهم، وكانت في نفس الوقت درس للمسلمين عشان ما يختروش بعددهم ويثبت لهم أن النصر من عند الله. غزوة تبوك وهي آخر غزوات الرسول عام 9 هجريا. أسببها تأمين الجهات الشمالية من جزيرة العرب من تهديدات الروم، وقيام الروم بإعداد جيش كبير لقتال المسلمين والقضاء عليهم. نتائجها دخل الرسول تبوك دون مقاومة بعد انسحاب الروم منها، وعاد الرسول بجيشه سالما إلى المدينة. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في نهاية العام العاشر الهجري خرج الرسول لأداء فريضة الحج، وخطب في الناس مبينا لهم مبادئ الإسلام. وبعد عودته إلى المدينة مرض في العام التالي، وانتقر الرسول إلى جوار ربه في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول عام 11 هجرياً.